الكبيرة جدا هنا في ملعب الجوهرة. جمهور الهلال بلافتة خطوة واحدة فقط، ماذا عن الطرف الآخر؟ يا للتيفو، يا للمنظر، يا للمشهد، يا للحضور الكبير جدا، يا للمباراة التي تسبق وننتظرها بأن تبدأ بفارغ الصبر بعد لحظات. كيف ستكون هذه المباراة؟ الصفيرة تأتي. تحياتي محادثكم فارس عوض. الأهلي يتقدم من ضربة البداية إلى الأمام. رمية تماثلا سريعة عن طريق لودي، بيلعب لكرة. أذكر السادة المشاهدين بأن الكلاسيكو في الذهاب النادي الأهلي جابري فيجا. مترو يتقدم، مترو يحاول، لكن يبقى تاميران. مترو يقاتل ولكن التغطية تأتي. المساردة من الروبن نيفيز قوية. الله الله، 83 نقطة، أقوى هجوم في تاريخ الدوري، 89 هدف، المليء بالهدافين والنجوم. الكرة بترجع باتجاه روبن نيفيز. روبن نيفيز بكرة عرضية، الدربكة عدت وصلت يا ميشيل، لكن حارس المرمى كبير جدا أيضا بين الفريقين. الكرة بتصل عالية. الله على التمريرة، الله على الاستلام. الله الله، القائم يقف أمامك يا محرز، يقف أمامك يا أهلي. صارت مرتدة، صارت مرتدة، لا يمكن يا ميشيل. نشوف ونتابع. مالكوم يتقدم، بيلعب له كرة في مكان، تصطدم، بيصوب بكرة ولكن الكرة ترجع إلى حارس المرمى. كوليبالي إلى ميشيل، التغطية تعود إلى سافيت. سافيت يتقدم، فيها كرة عرضية لو حتى بتعطي الكرة، بيرسل الكرة إلى مالكوم. الكرة العرضية تسقط. ميشيل، ميشيل، ميشيل صوب. ماكسي يواجههم، لاعب على لاعب، حتى ماكسي عرض. ماكسي مستحيل انفراد. الكرة بتصل إلى ماكسي، لاعب على لاعب، لاعب على لاعب، حتى صوب. الكرة تتهيأ. الله الله، الله الله، يا للمشهد. كيف ستكون ردة الفعل من جانب فريق الهلال؟ الهلال يبحث عن العودة. العرضية تأتي وميتروفيتش يأتي. شاهدين في آي بي في تغطية متواصلة لبطولة دوري روشن. وصلت إلى سعود، بيرسل الكرة إلى السفر، تصويبة قوية في الشباك الجانبية. روبن نيفيز، الكرة العرضية، الدربكة، ميترو عدت الكرة في الجهة اليسرى. شوف التمريرة وصلت إلى ماكسي. ماكسي يصل، ماكسي عدى، صواب. مستحيل، ضاعت يا ماكسي. انتظار شوط المباراة الثاني. صفرت حكم المباراة. تحياتي مجددا في شوط المباراة الثاني من خلال هذا الكلاسيكو. لودي أو مالكوم، مالكوم بحل الفردي، عدى من لاعب، عدى من الثاني، عدى مالكوم. عرضية مترو. الله الله، الله الله، لا يفتقد إلا من يعني لك الكثير، وإنه يعني لهم الكثير. ماذا سيكون تقديرهم في هذا التوقيت؟ يحتسب الهدف، يحتسب الهدف. الهلال يعدل النتيجة. الهلال وجماهيره ويعودون من خلالها في هذه المباراة. تعود الكرة مرة أخرى من جديد، وسنكون بالتأكيد في الفترة المقبلة في نسخة دوري واحدة في تاريخ الدوري. ميشيل وتغيير الاتجاه. مالكوم يحاول بالكرة، لكن دقائق الآن تشوف فيها استحواذ الهلال. تشوف يا سلام، هذا اللي باقي يا مالكوم، هذا اللي باقي يا مالكوم. شوف الكنترول، شوف اللقطة، شوف اللعبة، هذه المحاولة. هذا مالكوم، هذا مالكوم. هنا السفر، هنا التمريرة، هنا ياسر. الكرة العرضية بتعدي. يا جيسوس، يا ساتر، يا جيسوس، يا جيسوس، ستصل إلى 70 يا جيسوس. محاولة إلى فيرمينو، تصويبة قوية ولكن كرة فيرمينو إلى خارج الملعب. الكرة بترجع مرة أخرى. الآن ماكسي في مكان إلى فيرمينو، تصويبة مستحيلة يا فيرمينو. بالنسبة للهلال يتقدم سافيتش، تصويبة قوية ولكن الكرة تصطدم في الحائط البشري. ما زالت الكرة تعود إلى علي البليهي، إلى علي البليهي. راية وتسلل، هذه
اللقطة كان هنا متسللا علي البليهي. سافيتش يتقدم، سافيتش يتلاعب، سافيتش يصنع السعود ممكن العرضية والراسية تأتي. يا ساتر يا سافيتش يا ساتر، الكرة تصل إلى علي البليهي. شوف ياسر، شوف التمريرة، شوف المثلث، شوف الوانتو، شوف العرضية، شوف المترو، شوف ميشايل. مستحيلة يا ميشايل. الكرة ترجع من فراس مضغوط. شوف اللوفيز، شوف الروبن، هذه كراته. يلعب الكرة إلى مالكوم، يرسل الكرة إلى مالكوم، بيعدي مالكوم. مستحيلة يا مالكوم، مستحيلة يا مالكوم. الدوري يحسم بهدف بهذه الصورة. القمة المؤجلة. صناعاتك أجمل، أما أهدافه عدى من واحد عدى من الثاني. انطلق في هذا الوقت من جديد. سعد بالعبيد عرضية، وصلت يا رياض، وصلت يا فيرمينيو، لكنك تأخر. قد تأتي والكرة تتهيأ، الصافرة تأتي. الهلال يعبر من الكلاسيكو بانتصار متتال ورقم قياسي جديد ووصول إلى النقطة 86.